من سحر وتهليج ودوما تسلينا طوبي كثكث وكوكو والكل يرافقنا تعالوا هلموا إلينا ضموا عمو يزيد الغزو بشرة يعطينا الحل حكاية فيها عبرة حكمة مثل معلومة وبها ينور العقل عمو يزيد تعالوا هلموا إلينا ضموا عمو يزيد مساء الخير يا أطفال. وش راكم؟ أنا نشوف فيكم راكم هايلين اليوم. شكون اللي داركم هذا المكياج هذا؟ عمو حميد ها؟ عمو حميد. عجبكم الحال؟ برافو. إذا مرحبا بكم وتحية كذلك الأطفال اللي راهم يشاهدوا فينا تاني. مرحبا بكم يا أطفال. وإذا حبيتوا باش تحضروا معنا كما الأطفال هذو اللي راهم هنا من جونا من كل ولايات الوطن، ما عليكم إلا تشاركوا عبر موقع الإنترنت عمويزيد.com بهذه الطريقة. إذا حبيت تشارك وتحضر معنا سهل، ما عليك إلا تروح الإنترنت تكتب عمويزيد.com تضغط على زرار شارك في حصتنا تملأ الاستمارة، ما تنساش رقمك الهاتفي وبريدك الإلكتروني. مرحبا بك. إذن يا أطفال نرحبوا بكامل الأطفال اللي سجلوا باش يحضروا معنا ويجوا يفرحوا معنا كما فرحتوا أنتم اليوم. يا أخي على بالكم هذه الفترة هذه كان يوم مهم جدا، هو اليوم لا وش واش يقول لكم يوم 8 مارس؟ دقيق يوم 8 مارس واش يقول لك؟ يا عيد الأم، عيد المرأة. عيد المرأة وعيد الأم وقتاش؟ واحد بعد نقول لكم. ولي سي بعيد الأم وقتاش نعطي له هدية؟ 8 مارس واش عيد المرأة؟ عيد المرأة يوم العالمي للمرأة. للمرأة وانت؟ عيد المرأة. عيد المرأة. هو تعرف انت 8 مارس وش هو؟ عيد وش؟ عيد المرأة. قول عيد المرأة. قول عيد المرأة. عيد المرأة. معلش روح تلعب في الدار، روح تلعب في الدار بتاع مرتها بنبولات. خرج النبولات شوية دوم قانتو ما هادو، خلونا شوية. إذن يا أطفال اليوم العالمي للمرأة يوم مهم، وعمو يزيد معروف بهذا اليوم هذا لأنه منذ سنة 1997 وعمو يزيد يغني للمرأة في عيدها. إذن هذا اليوم هو الحفل العشرون لعمو يزيد، 20 سنة من التقدير للمرأة. المرأة اللي هي وش هي المرأة؟ هي الأم. تاني وش تكون المرأة تاني؟ الأم تاني وش الآخر؟ وش الأم تاني؟ الأم وش تكون تاني المرأة؟ الأخت فوالا. الرأس الأساسي للدار. الرأس الأساسي للدار. دوك يسمعك باباك دوك يزعف. أخت كبيرة تكون الأخت. الزوجة الأخت. المرأة هي الأم، هي البنت، هي الجدة، هي الخالة، ابنة العم، ابنة الخال، ابنة الخالة. يعني المرأة وش حبيتي تقولي لبنتي؟ اسمعي واسمك؟ لينا. شحال في عمرك لينا؟ 6 سنوات. الله يبارك. وش حبيتي تقولي لي؟ أخ كبير. لا 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 المرأة يعني الأخت كبيرة. عوديها. أخت الكبيرة. الأخت الكبيرة. المعلمة. برافو 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 برافو. البنت الأخت. برافو. الجدة العمة. الخالة. يا أطفال المرأة هي عنصر أساسي في المجتمع. على بالكم باللي اليوم عمو يزيد دالكم هدية ومفاجأة بهذا اليوم، ولكن قبل ما نروحوا لهذه المفاجأة نطرحها لكم. لغز اليوم تحبوا الألغاز؟ أوكي. إذن لغز اليوم وكذلك الأطفال اللي يشاهدوا فينا يقدروا يجاوبوا على اللغز عبر الإنترنت بهذه الطريقة. إذا حبيت تجاوب على اللغز ما عليك إلا تروح الإنترنت تكتب عمويزيد.com تضغط على زرار جاوب على اللغز تملأ الاستمارة، ما تنساش رقمك الهاتفي بريدك الإلكتروني والجواب على اللغز. حد سعيد.
لغز اليوم يقول: عند نهوضي لا أحدث صوتا ولكني أوقد الجميع. نعاود: عند نهوضي لا أحدث صوتا ولكني أوقد الجميع. على بالي انتم شاطرين، اقعدوا على بالي انتم شاطرين، رايحين تصبروا الى نهايه الحصه هكذاك باش الاطفال اللي راهم يشاهدوا فينا يقدروا يشاركوا معنا عبر الانترنت عبر موقع عمويزيد.com. بالضبط يا اطفال، عمو يزيد جاب لكم اغنيه. هذه الاغنيه نقول فيها يا بنت حواء تتغنى بالمراه. تغنوا معايا؟ يلا يلا نغنوا مع بعض. هاي مدرسة الحياة أنت يا نبع الحنان، ورسالة لها أتيت من الرب المنان. أنت الراحة والهناء، أنت الحب والعطاء، نورك أشرق في الأرجاء يا بنت حواء. حملت لواء الثورة، تحديت الهم والألم، ضحيت ودقت المرة، وكنت الأخت والأمة. حملت لواء الثورة، تحديت الهم والألم، ضحيت ودقت المرة، وكنت الأخت والأمة. مدرسة الحياة أنت يا نبع الحنان، ورسالة لها أتيت من الرب المنان. أنت الراحة والهناء، أنت الحب والعطاء، نورك أشرق في الأرجاء يا بنت حواء. أنت هي العمود في رفع المجتمعات، وكنت للرجل سندا في تحقيق النجاحات. أنت هي العمود في رفع المجتمعات، وكنت للرجل سندا في تحقيق النجاحات. مدرسة الحياة أنت يا نبع الحنان، ورسالة لها أتيت من الرب المنان. أنت الراحة والهناء، أنت الحب والعطاء، نورك أشرق في الأرجاء يا بنت حواء. مهما تكلمنا عليك يعجز عنك التعبير، نطلب ربي يحميك وكل عام أنت بخير. مهما تكلمنا عليك يعجز عنك التعبير، نطلب ربي يحميك وكل عام أنت بخير. مدرسة الحياة أنت يا نبع الحنان، ورسالة لها أتيت من الرب المنان. أنت الراحة والهناء، أنت الحب والعطاء، نورك أشرق في الأرجاء يا بنت حواء. برافو 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 برافو. عجبتكم الأغنية أطفال؟ إذن قولوا لأمهاتنا والمرأة الجزائرية والمرأة العالمية كل عام وأنت بخير ونحبوك يا أخي. على بالكم باللي في الحصة نتاعنا في كل مرة كاين باحثة ولا باحث يديرنا نبدا تاريخية عن شخصية. احنا اليوم اخترنا شخصية، على بالكم باللي كاين مجاهدة واسمها نفيسة حمود، هي المرأة الأولى اللي اتصلت مع الفيدرالية العالمية للمرأة حتى يصبح يحتفل بثامن مارس في الجزائر، وهذا الشيء كان من قبل الثورة.
نشوفوا معنا. يلا إذا نشوفوا نبدأ تاريخيا عن حياة نفيسة حمود. مساء الخير يا أطفال. اليوم جيت نحكي لكم على حياة المناضلة نفيسة حمود. ولدت نفيسة حمود في 1924 بالجزائر العاصمة من عائلة معروفة وميسورة الحال، واصلت دراستها مكللة بالنجاح، وكانت من بين أوائل دفعات تخصص طب سنة 1944. شاركت في مظاهرات أول ماي 1945 بمدينة الجزائر، وباشرت نشاطها النضالي في جمعية الطلبة المسلمين لشمال إفريقيا التي تقلدت منصب النائبة فيها سنة 1947 قبل أن تنتخب أمينة عامة لجمعية النساء المسلمات الجزائريات. وإلى جانب مهنة الطب كانت تستغل فرصة كل تجمع نسائي لنشر الوعي القومي وتعرف النساء بما يستطعن تقديمه في سبيل تحرير الوطن رفقة مناضلات أخريات، بالإضافة إلى الاهتمام لمشاغلهن ومحاولة تفعيل دور المرأة الجزائرية في المجتمع، حيث اتصلت بالفيدرالية العالمية للنساء لاحتفالية 8 مارس لأول مرة بالجزائر، وكان ذلك سنة 1950. التحقت نفيسة حمود بصفوف جيش التحرير الوطني سنة 1954 وأصبحت رائدة في صفوفه، كما كانت تعالج الجرحى والمرضى في معاقل الثورة، حتى ألقي عليها القبض بالولاية الثالثة سنة 1957، ثم أطلق سراحها قبيل الاستقلال بموجب عفو شامل أصدرته السلطات، وظلت يدها ممدودة لخدمة وطنها إلى أن وفتها المنية في 2002 عن عمر يناهز 170 عام. شكرا. برافو 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 نور الهدى. برافو برافو. إذن نفيسة حمود الله يرحمها ويوسع عليها هي أول من اتصل بالفيدرالية العالمية لإحياء احتفاليات 8 مارس في الجزائر في سنة 1950. على بالكم لي نفيسة حمود كانت من عائلة ثرية، يعني عائلة لبس بهم وكامل، وكانت من بين أولى الدفعات تاع الأطباء في الجزائر، كانت طبيبة وكان عندها المكتب تاعها الخاص، كان عندها لو كابيني تاعها، خلات لو كابيني وخلات الثراء وراحت باش تحقق الاستقلال للجزائر، راحت طلعت الجبل كما يقولوا وراحت كافحت على هذا الوطن العزيز هذا. إذن تحياتنا لنفيسة حمود. يا أطفال تحبوا ألعب الخفة؟ حبوا. إذن راح نعيطوا العمو يوز اللي جانا من مدينة بجاية باش يمتعنا بهذه الألعاب. يلا معايا. ليس بممنوع فله الحق في التعبير حتى يكون صوته مسموع، توفير الأمن والأمان عند الأزمة وعند الحرب، ونعاملهم بحب وحنان لا بالعنف ولا بالضرب. من حق الطفولة صحة علم وحب وحنان، لا مقهورة ولا مدلولة، تلعب تحيا بسلم تلعب
برافو 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 عمو يوز برافو برافو. يا أطفال تحبوا حكاية عمو يزيد؟ يلا اليوم نحكي لكم حكاية الصياد الصغير. يلا معايا. شكرا 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 شكرا. يا أطفال اليوم راح نحكي لكم حكاية الصياد الصغير. واحد النهار كان واحد الرجل عنده بابور قارب قديم بالمحرك، دو كان يخرج به للصيد. واحد النهار دوليدو صغير معه، دوليدو صغير وراحوا يصيدوا، وكي خرجوا للبحر هكذا بقى هذاك الصياد يرمي في الشبكة، يرمي في الشبكة ويطلع أسماك. وهذاك الابن نتاعو شاف بلي هذوك الأسماك متنوعة، شفت كي تروح تشي الحوت بزاف الأسماك هكذا ما تقدرش تعرف اسماوتهم كلهم. ولكن الصياد سألوا وليده الصغير استقصاه، قالوا يا بابا وهاد الأسماك هادو تعرف كامل الأسماك أنواع الأسماك هادو؟ ضحك بابا، ضحك لأنه عنده أكثر من 20 سنة هو صياد، قاعد يضحك هذا. قالوا نعم يا ابني نعرفهم كامل. قالوا بابا حدثني شوية على الأسماك هادو على الحوت هذا، وش هما الأنواع اللي نعرفوهم اللي ما نعرفوهم شو كامل. بقى يقول له باللي كاين في البحر أسماك متنوعة، كاين قط البحر، كاين كلب البحر، كاين الحصان، كاين يعني كما يقولوا كل ما يوجد في البر يوجد في البحر. يبقى يكلموا على مثلا على هذاك السمك أبو سيف، هذاك اللي عنده نيفو هكذا طويل هكذا، كلموا عليه، كلموا على مثلا على الدلفين لو دوفان اللي هو صديق الإنسان، يعني حتى لو كان الإنسان يغرق هو اللي يسلكه، لو دوفان سي لامي دو لوم. وكلموا تاني على بالين، قالوا كاين في البحر أثقل حيوان على الأرض. قالوا بصح أنا بابا عن بالي بلي الفيل هو الثقيل. قالوا لا لا يا ولدي، البالين قادر يوزن حتى 10 أفيال. ومن بعد قالوا من بعد كي جبدوا في الشبكة هكذا شاف واحد الحيوان هكذا عنده رجلين بزاف. قالوا بابا هذا وش هو هذا؟ قالوا هذا أخطبوط. أخطبوط كي شاف الأخطبوط هكذا قال له احكي لي شوية على الأخطبوط. قالوا يا ابني، قالوا الأخطبوط عنده واحد الحكمة لازم نعرفوها اليوم. قالوا الأخطبوط لما تبيض، البيض نتاعها تحتفظ به في المعدة نتاعها، وحتى ما يتلوتش هذاك البيض تمنع نفسها من الطعام، تقعد صائمة حتى هذاك البيض يفقس. وفي أغلب الأحيان يؤدي هذا الشيء إلى الموت نتاع الأخطبوط، هذيك تموت برك باش ما تاكلش، باش ما تلوتش البيض، باش تحتفظ بولادها باش يفقسوا. عمو يزيد الحكمة اللي نستخلصوها من هذه الحكاية هي تضحية الأم ليس لها حدود. بالضبط تصفيقة على بوبي، تصفيقة. شفتوا يا أطفال تضحية الأم ما عندهاش حدود، يعني الأم قادرة تضحي. شفتوا الأم تاعنا شحال تحبنا، الأم تاعنا حملتنا في بطنها 9 أشهر وتحبنا، وهي اللي لما نكون مراد هي تتهلا فينا، هي تستكلف بينا، بالمرات تكون راقد في الليل يما تحمينا الأم كذلك، وتنوض في الليل بالمرات تغطيكم، ولما تكونوا مراد تداويكم، حنينا الأم. إذا لازم نتهلاو في والدينا يا أطفال، إذا البر بالوالدين وتضحية الأم ليس لها حدود. يلا معي الفقرة موالية. شكرا. عجبتكم الحكاية يا أطفال؟ والحكمة؟ إذن لازم نتهلاو في والدينا وخاصة الأم نتاعنا. يا أخي أطفال لازم تكونوا عاقلين، من بعد راح نتصل. يا أخي كم عيطنا لكم في التليفون برجيتو يا أخي. إذن راح نتوجه الأطفال كذلك اللي حبوا باش يحضروا معنا، كما هاد الأطفال هادو كاع اللي راهم هنا كلهم سجلوا عبر موقع الانترنت عمويزيد.com بهذه الطريقة. إذا حبيت تشارك وتحضر معنا سهل، ما عليك إلا تروح الانترنت تكتب عمويزيد.com، تضغط على زرار شارك في حصتنا، تملأ الاستمارة، ما تنساش رقمك الهاتفي وبريدك الإلكتروني. مرحبا بك. والأطفال هادو حضروا معنا اليوم بفضل هذا التسجيل. إذن يا أطفال باش تحضروا معنا وتفرحوا كما هاد الأطفال ما عليكم إلا تسجلوا عبر موقع الانترنت. يا أطفال عجبكم الحال لما اتصل بكم عمو يزيد؟ شكرا. إذن وصلنا الجواب على اللغز عند نهودي. أنا
لا أحدث صوتا ولكنني أوقد الجميع. أوكي. الشمس. واسمك؟ وصال. وصال، أنت تاني تشبه للشمس على بالك بنتي. الله يبارك، الله يبارك. كيف وصال؟ أديك. 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 المنبه. أديك. 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 وأنت؟ هلال. الهلال. الشمس. الشمس. منبه. المنبه. الشمس. الشمس. النجمة. النجمة. الشمس. الشمس. وأنت بنتي؟ تعالي تعالي. أديك. أديك. الشمس. الشمس. وأنت؟ الشمس. الشمس. أديك. أديك. شروق. شروق. الشمس. شروق تي في ولا؟ شروق. ولا شروق بنا؟ شروق الشمس. شكرا. انت واش قلت لي؟ الشمس كذلك. يا اطفال الجواب الصحيح، وانت واش قلت؟ ثامس. الثامس؟ ثامس. الله يبارك. واسمك؟ روح قول لنا واسمك ولدي. واسمك؟ محمد. وين تسكن محمد؟ في قليعه. قليعه، الله يبارك. تحياتنا لكل ناس قليعه. بصح محمد ديتنا كاع البنات خبيتهم عندك يا اخي. بعد سلف لي شويه. يا بعد يسلف لنا شويه. وي ولدي. الكلب. وش هو اسنا؟ الكلب. الكلب. لا لا، اذا يا اطفال الجواب الصحيح كان الشمس. تعالي بنتي. اذا هو الشمس. احنا في كل حصه لما طفل يبدع ويعرف الجواب هو الاول، على كل حال نعطي له هديه. عمو يزيد يعطي له هديه. اعطي الهديه تاع هاد العروسه هذه. فوالا هديتك يا بنتي. هو سيدي فيه اغاني الاطفال مدرستي تاع عمو يزيد اللي متواجد في الاسواق وتقدروا تصيبوه. يهدي لك عمو يزيد. وعندك كذلك قبعه مع عمو يزيد تحميك من اشعه الشمس الضاره ان شاء الله. بالتوفيق بنتي. تفضلي تفضلي. تصفيقه 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 تصفيقه. يا اطفال درك الحقنا واحد الفقره اللي نحبها انا بزاف. راح نقعد لهيك واللي عنده نكته جميله يجي يحكيها لي. شكون اللي عنده نكته؟ شكون؟ تعالي اروح. داكو. يلا بنتي اروحي. واسمك؟ فرح. من جيتي فرح؟ مشرقة. مشرقة. شحال في عمرك؟ 8 سنوات. احكي لنا النكتة تاعك. كان واحد نهار واحد راجل مريض راح عند طبيب طال الدواء، قال اشرب 3 مغارف في النهار، وحده الصباح كي تنوض، وحده في نص النهار، وحده في ليك تجي راح ترقد. قال له راجل، قال له يا طبيب انا عندي مغرفه واحده ما عنديش 3. برافو بنتي. برافو 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 برافو. عندك لو يرسم وين راه لو يرسم؟ شكون اللي كان يرسم؟ اللي كان يرسم في الطابلو ورا. اروح تعال. عندك نكته؟ تعال اقعد. تفضل تفضل اقعد. واسمك؟ اكرم. اكرم. من جيت اكرم؟ وهران. جيتوا من وهران لحصه عمو يزيد؟ كلم لكم بالتليفون؟ كلم لكم بالهاتف؟ فرحتوا كي عيطنا لكم؟ الله يبارك. شحال في عمرك؟ 7 سنوات. كي تروح سلمنا عليهم كاع يا اخي. امانه احكي لنا النكته تاعك. قال لك واحد النهار هذا السبع كان داير حفله يعرض كاع الحيوانات، ما عرفتش التمساح. يجا الحمار فاتي قال له، قال التمساح قال له ما عرضكش. يا التمساح ركب فوق ظهر الحمار يا وراحوا. يا كي وصلوا قال له لا الحيوانات خلي التمساح وادخل. يا قال لهم الحمار عمركم ولا شفتوا حمار لابس لاكوست؟ شكرا شكرا. اروحي تيا بنتي. تيا تيا تعالي. واسمك بنتي؟ نسمة. نسمة. وين تسكني نسمة؟ في قليعة. قليعة. الله يبارك. احكي لنا النكتة تاعك. كان واحد كان يتقصر مع صاحبه. كان يقول له ما كانش واحد اسمه عبد الرحمن في مدينة الجزائر. قال له لا كاين. كان عبد الرحمن الحداد، كان عبد الرحمن خويا، وكان عبد الرحمن اللي يسكن قدامي. برافو 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 برافو. يا اطفال يا اطفال لحقنا درك للركن اللي انا نحبه بزاف، ركن عيد الميلاد. اليوم عندنا عيد ميلاد ياسين 6 سنوات. اروح ياسين. اروح وليدي اروح. اذا ياسين
اصدقائنا راح يروحوا يجيبوا لنا الكاطو نتاعو وحنا راح نغنوا له كامل عيد ميلادك سعيد يا ياسين. يلا اروحوا معايا تفضلوا منا. عيد ميلادك احلى عيد، ربي كتب لك عمر جديد، الله يبارك فيك ويزيد، نقول لك عيد ميلاد سعيد، الله يبارك فيك ويزيد، نقول لك عيد ميلاد سعيد. صحة وسعادة وهنا، إن شاء الله يا ربي جميع سنة وتعيش أيامها أفراح، إن شاء الله يا ربي جميع سنة وتعيش أيامها أفراح. يا بنين ويا بنات يلا نطير بالونا، نسهى نمرح غني نفرح ونعيشوا أحلى الأوقات، نسهى نمرح غني نفرح ونعيشوا أحلى الأوقات. هذه الحلوى لك جبناها وشموعك فيها زرعناها، باسمك انت زيناها ليلة حلوة يا محلاها، باسمك انت زيناها ليلة حلوة يا محلاها. بابا وماما يدعو له واصحابه ويباركوا له، وجمل هدايا يهدولو هيا نصفق ونغنيلو، وجمل هدايا يهدولو هيا نصفق ونغنيلو. سنة حلوة يا جميل، سنة حلوة يا جميل، سنة حلوة سنة حلوة سنة حلوة. برافو 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 برافو. إذن العد التنازلي 6 5 4 3 2 1. يلا 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 برافو برافو. إذن يا أطفال على بالكم باللي اليوم كامل الأطفال اللي راكم هنا راح تدوا هكذا شهادة للمشاركة، هكذا بوستر عمو يزيد مع شهادة مشاركة تعلقوها في الدار، نديروا لها كادر وتعلقوها في الدار. يا أخي هذه الشهادة تاعك يا ياسين بوزاغ ياسين، داكور هذه الشهادة تاعك والشهادة تاعكم تدوهم اليوم في نهاية الحصة يا أخي يا أطفال. إذن قطعوا لنا الجاتو وأنا ما بقى لي إلا نقول لكم انتظرونا في الأسبوع المقبل في نفس التوقيت على نفس القناة. سلام. لا تحزنوا حان الوداع يا أصدقاء، كل الأيادي في ارتفاع إلى اللقاء، لا ننساكم لا تنسونا أحببناكم أحببتونا، سنعود فانتظرونا في موعد جديد مع عمو يزيد. لا ننساكم لا تنسونا أحببناكم أحببتونا، سنعود فانتظرونا في موعد جديد.